اسمح لي أن أتوقف أمام شقين. الشق الأول المرتبط بالاتفاق اتفاق الولايات المتحدة واتفاق روسيا بأنه بعد أن كان اختلافا سابقا أنه أصبح الأسد جزء من مرحلة ما بعد التفاوض، مرحلة ما بعد جنيف، وأصبح الحديث عن أنه لا وجود للأسد أصبح أقل حدة بين الولايات المتحدة وما بين روسيا، هذا شق. ولكن تصريح المفاجئ لروسيا بأنها قالت أنه الأسد ليس حليفا ولكنها تتدخل لمحاربة الإرهاب داخل سوريا، هذا التحول، هذه التصريحات المفاجئة في غير وقتها، بماذا تفسرها؟ هو مش تحول، أنا قلت لك أن الساحة الأزمة صعبة جدا ومعقدة جدا تقرأ يوميا جداً. تقرأ يوميا هذه الأزمة؟ لا، يعني تحتاج حد يكون فاهم جيدا الأمور على الأرض، الأساس، وأن يقيس عليه أو يبني. ما هو الأساس على الأرض؟ الأساس على الأرض أن روسيا تحجب وتداري وتخفي أهدافها الاستراتيجية. ما هي أهدافها؟ الهدف الاستراتيجي بتاع روسيا أن تحافظ على موطئ قدم وقواعد في سوريا في الشرق الأوسط، قواعد هي أسستها، وأن تحمي النظام الذي سمح لها بهذه القواعد. يعني قواعد روسيا على الساحل الشاطئ الغربي للبحر المتوسط يجعلها قريبة جدا من جنوب أوروبا يعني بشكل، وبالتالي روسيا تحرص على هذه المصالح وتحرص على التواجد في الشرق الأوسط وتفهم اللحظة. هذه مصلحة روسيا، في المقابل ما هي مصلحة الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية مسألة أخرى، يعني شرخها وأرجو توجزها لنا أوجزها. الولايات المتحدة الأمريكية تغادر الإقليم. الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى سقوط مريح. ألا يعد هذا مبالغة؟ لا لا يعد. بص شواهد ده إيه؟ تفضل. الولايات المتحدة الأمريكية هي البيلر الوحيد، العمود الوحيد للعالم، وأكبر قوة على في التاريخ الإنساني وأكبر حضارة في التاريخ الإنساني، ولكنها الآن تعد نفسها إلى عصر القطبية المتعددة، تعدد الأقطاب، الصعود الصيني واضح جدا، التجرؤ والصعود الروسي أيضا واضح جدا. فالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن دخلت أثناء الحرب في ليبيا وإزالة القذافي اخترعوا مصطلحا جديدا اسمه القيادة من الخلف، أن يعني يشتركوا في القيادة لكن مش من مقعد السائق، من المقعد الخلفي، يعني دور غير مباشر. وأيضا وهم في سوريا الآن يقولون أحيانا دورنا القيادة من المقعد بجانب السائق، يعني في تراجع، هناك تراجعا أمريكيا، تراجعا أم إدراكا وتلافيا لأخطاء الماضي؟ هو يبدو لنا في الحركة، في رصد الحركة الأمريكية تراجعا، إنما هي تستعد إلى مواجهة الصين، تحجيم الصعود الصيني، التوجه شرقا، شرقا شرقا. قد يكون هذا مفهوما دبلوماسيا جديدا لشرح هذه الحالة، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن حول هذا السؤال على وجه التحديد. دكتور نبيل تقبل التحية، كيف تقيم ما أطلق عليه دبلوماسيا حديثا التوجه شرقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بين قوسين إعادة تعريف لهذا السؤال، هل ثم التراجع لدور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط حتى تتفرغ لدورها الجديد في مجابهة الصين وكوريا الشمالية؟ أين أنت من هذه الأحاديث التي تعيد تعريف الدبلوماسية الأمريكية في هذه المنطقة؟ التحية لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين والمشاهدات الكرام أيضا. أهلا بك. موضوع التوجه الشرق ده في الحقيقة موضوع يعني بريماتيور أو غير ناضج، لأن أولا يعني الصين دولة كبيرة ودولة إقليمية، بمعنى أن هي إقليمية، يعني مثلا اليابان دولة دولية، روسيا دولة دولية. ليه؟ لأن إحنا بنشتري عربيات يابانية، بنشتريش عربيات صينية كثيرة، إحنا بنسأل عن سعر الين الياباني، العملة اليابانية، بنسألش عن سعر العملة الصينية. روسيا ليها دور في الشرق الأوسط، فبالتالي هي دولية. لكن مشكلة الصين إنها دولة إقليمية، عندها خلاف حدود مع الهند، عندها صراع ومنافسة مع فيتنام، عندها منافسة مع إندونيسيا، بتحاول أن تستعيد تايوان أو جزر فرموزا، خلاف تاريخي مع اليابان، وأيضا يعني مشاكل خاصة بقضية أمن الجزر الكورية. فلما أمريكا تقحم نفسها في مشاكل إقليمية مش هتأثر كتير على الأمن القومي الأمريكي، اللهم إلا لو كانت مثلا كوريا الشمالية بتطور برنامج نووي خطير، أو
حماية مصالح حلفاء أمريكا زي الفلبين زي كوريا الشمالية أو زي اليابان. دكتور نبيل اسمح لي بالمقاطعة في هذه الجزئية، وهذا ليس عنواننا ولكنك قللت من شأن هذا التوجه شرقا، هذا ليس الموضوع ولكنه كان تفسيرا. هل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، الدور الأمريكي في هذه المنطقة تحديدا في أزمة سوريا، ما يقال عن تحالف ما بين روسيا وبين الولايات المتحدة، هل ترى ذلك حسب بعض المفسرين وحتى ضيفي يقول ذلك هو السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، هل تعد أو يعد ذلك تراجعا للدور الأمريكي في هذه المنطقة، أمريكا ترجع إلى الخلف؟ هو تراجع للدور الامريكي في الشرق الاوسط لا شك في هذا، لكن هو في الحقيقه قرار غير ذكي وغير حكيم من اوباما، لانه اولا هو لا يفهم مشاكل شرق اسيا. يعني انا لما ذكرت قضايا خاصه بامن الصين، طب انت لو توجهت شرقا ما هتصطدم بمشاكل اقليميه خطيره خاصه باستراتيجيه الصين وامن الصين. انت هنا دكتور نبيل تقر بالتوجه شرقا؟ في الحقيقة أنا يعني أعتقد إن هو تعبير خاص، لسبب أولاً لم يتم تعبير خاص. تعبير خاص أم خاطئ؟ خاطئ. ما هو التعبير الصحيح؟ التعبير الصحيح رأيي أن أمريكا لها منذ يعني أقيمت أو بعد الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة الفاشية والنازية استراتيجية معروفة باسم الاستراتيجية اليورو إيجن أو الأوروبي آسيوي. يعني مثلا في قوات من استونيا دي بلد ما تعداش سكانها 1,300,000، لكن ليها قوات في افغانستان، هولندا بتبعت في العراق. مشكلتنا في العالم العربي ان في ازمات امنيه، علشان هناك غياب لمنظومه امنيه عربيه موحده بيبقى في قوات اوروبيه، بيبقى في قوات اجنبيه، لكن امريكا لا يمكن ان تنسحب من اوروبا، امريكا لا يمكن ان تنسحب من الشرق الاوسط. فانا في رايي ان تعبير اوباما ده خاطئ، لانك انت هتحط نفسك في مشاكل اكثر خطوره من الشرق الاوسط. طب دكتور نبيل سؤال اخر اكثر مباشره، ماذا ترغب الولايات المتحده من الازمه السوريه؟ ماذا ترغب في ان تعيد تخطيط هذه المنطقه لمن تعمل ولصالح من تعمل؟ هو في الحقيقه طبعا في اخفاق امريكي كبير في ناحيه الازمه السوريه، لكن اختصارا للامر ان يعني ان يبقى في نوع من التوازن، على امريكا ان تعمل نوع من التوازن بحيث القوى الاقليميه زي ايران وتركيا مع الدول الموجودة في المنطقة وليها مصالح استراتيجية مهمة زي العراق والسعودية ومصر وسوريا نفسها، يبقى في حالة توازن. اللي حصل ان في حصلت أزمة داخلية في سوريا وتطورت الى أزمة إقليمية خطيرة، تركيا بتحاول تغير الأوضاع وكذلك إيران، وأوباما وقف عمال يتكلم على التوجه نحو آسيا، لما تحل المشكلة الأول. فالقضية قضية توازن استراتيجي وده غايب عن أوباما. طيب دكتور نبيل أرجو أن تبقى معي ولتستمع إلى تعليق السفير أحمد القويسني لما تحدثت به، وهذا كان مسار الحلقة قبل أن تنضم لنا. تفضل سيادة السفير. دكتور نبيل مساء الخير. يعني أشاهدك وأستمع إليك أحيانا. سيدي العزيز، أنا دبلوماسي محترف، أمضيت أغلب خدمتي في الشرق الأقصى، وكنت في آخر بوست لي سفيرا في أندونيسيا، ومشاكل أسيا وشرق الأقصى الاستراتيجية أعلمها جيدا، وأعلم التصور الأمريكي للتواجد في الشرق الأوسط. هناك مشكلات ستنشأ وصراعات في منطقة بحر الصين الجنوبي، الشرق الأقصى يستدرج أو يدعو الولايات المتحدة الأمريكية بشدة للتواجد. الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع حقوق الفلبين وفيتنام في تواجدها في هذا البحر، هناك هيمنة صينية واضحة وتراجع ياباني وتجرؤ روسي واضح ونوع من التحالف الروسي الصيني أحيانا، وبالتالي الإقليم في الشرق الأقصى يدعو الولايات المتحدة مع وجود خططها المختلفة للتواجد في منطقة الشرق الأقصى. الولايات المتحدة الأمريكية تغادر أقليم الشرق الأوسط. الموضوع الإيراني اختلف وتغير من موضوع يستحق التعامل معاه من خلال إزالة التهديد وإزالة المقدرات النووية الإيرانية إلى مفاوضات للاعتراف بوضع مستقبلي لإيران وتواجدها في الإقليم ونفوذها في الإقليم. على حساب من تواجد إيران؟ على حساب الإقليم العربي طبعا بالتأكيد. ما هي الفائدة؟ على حساب أصدقائها وحلفائها.
ما هي الفائدة؟ الفائدة أنها تتخلص، تطلق إقليم الشرق الأوسط لصراعاته الطائفية، لصراعاته العرقية، لصراعاته المذهبية، لصراعاته الطائفية. إذن هو ترك مدروس، ترك مدروس. ولهذا أنت ولكنك لم تقصد ذلك في البداية معالي السفير، أنت قلت أن الولايات المتحدة تتراجع، الآن تقول أنه ترك مدروس. أن هو الولايات المتحدة الأمريكية أنا قلت لك تسعى إلى هبوط مريح إلى أوضاع متغيرة في العالم، تعددية قطبية، وهي ستكون أحد أقوى الأقطاب العالمية، وبالتالي تهيئ الأمور وترتب أوضاع العالم لمستقبل قادم. إلى هذه النقطة أحييك عليها، ولكن أرغب في أن أستمع إلى تعليق الدكتور نبيل. هذا تحليلك، أنت ذهبت شرقا وعدت غربا، وفي النهاية تتحدث عن أفول مدروس الولايات المتحدة في هذه المنطقة. دكتور نبيل، فيما استمعت إليه من هذا التحليل كيف تعلق؟ أعلق باختصار، طبعا احنا بنحيي سعادة السفير احمد الوسني على خدمته الدائمة لمصر ودوره الدبلوماسي الهام، وبنقدر كل حكمته. انا بس أعلق على حاجة، يعني ممكن يبقى فيه نوع من الاتفاق ويمكن يبقى فيه نوع من الاختلاف، بس لو امريكا بتغادر او بتحاول. لا دكتور، دعنا ننسق الحوار، دعنا ننسق الحوار فيما تختلف ابتداء، ثم نتحدث عن الاتفاق ونصيغ الحوار من هذا المنطلق. فيما تختلف مع سعادة السفير؟ نقطة الاختلاف ان امريكا تغادر المنطقة العربية، ما اعتقدش، لان لسه في يعني مصالح كثيرة، يعني لها وجود جاليات عربية كبيرة في امريكا في وفي كندا، فبالتالي هيبقى في صلة مع الوطن الام حتى لو ما كانتش صلات سياسية. ما علاقة هذا مثلا بالازمة السورية ان يكون في